مين اكتر فريق خد بطولة افريقيا بعد مصر وكم مرة؟ بعد مصر غانا 4 مرات تقريبا. غلط. كاميرون 5 مرات. نخش في السؤال بعدي. هداف مصر في أمم افريقيا جاب كام جول عموما يعني في البطوله كلها تاريخيه؟ لا مش عارفها. حسن الشاذلي 12 جول. صفر. مين كسب البطوله لاعب ومدرب غير محمود الجوهري؟ اليو سيسيه ولا لا؟ اليو سيسيه خسرها في النهائي. كان ستيفن كيشي صاحب اول سوبر هاتريك في تاريخ البطوله المصري. كابتن محمود الجوهري تقريبا او كابتن ديبا. صح. صح كده. تمام. اول مدرب حصل على امم افريقيا؟ الكابتن مراد فهمي. تمام. بطوله امم افريقيا اتعمل لها كام كاس تاريخيا؟ 3 تقريبا. صح. صاحب اول هدف لمصر في كاس الامم الافريقيه 86. اول هدف كابتن شوقي غريب. صح. لاعب الزمالك بس ما كانش في الزمالك وقتها اللي اخذ امم افريقيا 2012. 2012 كان البطل زامبيا. اسمه ايه بتاع اللي جه في 2016 الزمالك؟ مايوكا. صح. اكتر لاعب شارك في عدد نسخ مختلفه من امم افريقيا؟ الحضري ولا احمد حسن؟ حاجه من الاثنين. احمد حسن وريجوبير سونج. انا كان قصدي على سونج. على سونج. اكتر ابن حلال. اكتر اثنين لعيبه كسبوا البطوله احمد حسن وعصام الحضري. تمام.